صباحكم الله بالخير والمحبة أحبتي مشاهدي ومتابعي شاشة زاغروس الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في جولاتنا المتنوعة والمختلفة. اليوم أثناء تجولنا في منطقة الشورجة لاحظنا أن السوق بلش يحضر ويجهز الغراض والشغلات اللي خلوها العراقيين ويحتفلون بها بعيد زكريا. مثل ما نعرف أنه عيد زكريا دائما يكون أول أحد من شهر شعبان، قررنا أنه نغطي بعدسة زاغروس هذا التجهيز للحفل اللي اعتادوا العراقيين بكل عام انه يحتفلون به، تنجمع العائله، ينجمعون الاهل والاقارب للاحتفال بزكريا، والمقوله الشهيره اللي دائما يقولوها يا زكريا عودي علي كل سنه وكل عام نصف صينيه. فتعالوا ويانا نتعرف على التفاصيل اسمائها، لان جد انه اني اجهل اسمائها وما اعرف شنو الشغلات هاي اللي خلوها، لكن اعتادينا بطفولتنا انه نشوفها دائما موجوده بالصينيه. فخلينا نتعرف على هاي التفاصيل. السلام عليكم، شلونك؟ شو اخبارك؟ شو اسمك؟ سجاد الموسوى. سجاد، على راسي حبيبي. سجاد، شنو هاي التفاصيل مال زكريا دا تشتري منها انت؟ انا هنا ابو مصلحه، هنا احنا اهل المحل. حلو. اي فاحنا نجيبها هنا حسب المواسم. زيان. حاليا موسم زكريا والحمد لله العالم، يعني تجي وتقص على موسم زكريا. الله يخليك. طبعا عاشت ابتسامتك اول شيء لان تفتح النفس. الله يحفظك حبيبي. سجودي، اريدك اول شيء تقول لي بالنسبه شنو هو عيد زكريا وشنو فكرته وليش الناس دائما متعودين من احنا وصغار نشوف البيت البيبيه تنصب الصينيه وما تفاصيل زكريا، احكي لنا عنها. والله الحمد لله هي هاي، يعني احنا نقول يعني كفرصه لفرحه الناس، يعني الناس تتجمع بالبيت مع العائله مع الشايب مع العجوز مع الجده والجد، هي هاي اللي هاي الفرصه موجوده الحمد لله، وهذا السبب، هذا اهم شيء والحمد لله على الجمع هاي. وشيء ثاني، يعني حسب العادات والتقاليد شفنا هن يعني ولاده زكريا، عرفت يصير بها هذا الجمع. أي والحمد لله حلوه بعدها موجوده، تعيد لك ايام الطفوله هاي التفاصيل. اكيد اي نعم هسه احنا هنا بس بالسوق، يعني اكثر ما نشوف ذني هاي الفرحات قليله، يعني احنا بس اخر ليله هنيئا للشخص اللي موجود بالبيت. صح. يوم يجي يجمع، يوم يجي يشتري البستوقه، ويوم يجي يشتري الولد والبنيه، يعني حسب الذوق مالته. هي لذه الحياة، أنا هيك أحس بيها، يعني الشخص اليوم يجيب أطفاله، الطفل يشيل له، يعني الولد ياخذ له ولد اللي عجبه. ولا وقع كلامك، شوفني يا هي مال الولد ويا هي مال البنية. شوف هسه اليوم هذا الإنتاج نحن للسنة مثلا. زين. هذه الولد البستوقة العام ما كانت بيها مثلا ولد وبنت. زين. فاحنا كل سنة نجيب لنا فد موديل جديد، يعني بالنسبة حسب ذوق العالم، مو تعرف يعني جين عن جين يختلف. مثلا هاي الرسمه السنه تمشي، السنة الجايه الشباب يريد فد شيء جديد، ولازم يعني هذا الشوق وهذا يعني الحركه احنا نقويها، لجل سنه عن سنه تقوى مو تضعف، لان اذا بقت نوعيه واحده من البضاعه راح يموت اي ملل ويموت شوي يموت. اي والحمد لله. من عدل البستوقه بعد شنو هاي التفاصيل اللي موجوده؟ البستوقه عندك الفخار ولا هذا الدنبق اللي كنا عندك دق بيه نهرج الدنيا. ما جينا حياته مو هذا؟ عندك هذا. اها عاشتيني. اي هذا الفخار الخام مالته، عندك المزجج، عندك المحبب. سجاد هسه من شفت هذا لحد الان اتذكر ريحته، هذا الجلد من انا وصغير، الريحه اللي بيه هاي ريحه الجلد الطيبه. اي صحيح. رجعنا وين؟ انا عمري 30 سنه، رجعنا بالالفينات، بدايه الالفين، 2002 3، ولو يعني مع كل المعاناه الموجوده كانت، بس كانت لذه خاصه. يا ريت ترجع ان شاء الله. اي ان شاء الله ان شاء الله. زينك الله يبي. نقول الله يرزقكم ان شاء الله. مشكور. وانتم بالبيت همين حضرتوا لزكريا راح تحتفلون ان شاء الله؟ اي اكيد ان شاء الله ان شاء الله. اذا كل سنه وكل عام تنصبون صينيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا يا حبيبي. فرصه سعيده، اشوفكم بالليك. الله يخليك. نستمر في جولتنا من داخل منطقه الشورجه ونشوف التحضيرات، كلش هوايه لهذا العام، موديلات شغلات جدا جميلة ومختلفة. مثل ما قال سجاد انه الناس تحب تغير، انه ما يظلون كل سنة نفس الموديل حتى لا يصير ملل وتموت هاي العادة، العادة الجميلة جدا اللي رجعتنا 20 سنة لي ورا، ايام كلش حلوة. خلينا نشوف الاخ هنا. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ اهلا وسهلا. اسمك؟ سجاد. عم سجاد، اليوم كلها سجاد، شلونك ضلعي؟ الحمد لله، انت شلونك؟ الله يخليك. سولف لي على زكريا، سولف لي. الله 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 الله، شوف بالريش رجلنا خضراء نافد ولك.
سولف لنا على زكريا. زكريا ولا حد بشعبان زين مناسب يعني نبي الله زكريا من ما صار له نبي ودعا ربه وصار له في ناس تتبارك بهذا اليوم ولا حد بشعبان يسوي مثلا هاي البريق للولد زين. تنقل لبنيه ويسوون هاي بياضات بالطبق زين وهاي دنابل وين الطبق شوفنا يا الطبق هذا زين احنا كنا نخلي صينيه نفس الشيء نفس الشيء زين شي يخلون بها بعد ياس وشمع وكرزات وهاي سوالف زين كلش تمام شنو تعني لك هاي المناسبه شو تذكرك والله هي احنا يعني اول ما وعدنا على الدنيا لقينا اهالينا يسوون هذا الشيء صح اي يعني ظلت اجال الناس تسوي وجاي تتطور يعني سنه عن سنه من الفخاريات كان فخار انه بتحول لهذا زجاجي صح وشيء حلو قام كل سنه جاي يطلع شيء حلو فعلا زين اليوم شلون نشوف اقبال الناس على موضوع تجهيزات للاحتفال بميلاد سيدنا زكريا والله يعني جاي بازدياد يعني مو مثل قبل هسه انفتحت للعالم اجمع هي كانت محصوره بين بس البغدادي هسه لا محافظات اغلبيه كل محافظات عندنا معامل محافظات اغلبيه زين هسه اليوم الانواع اللي موجوده عندكم هاي الزجاج وهذا الفخار اذا تقدر تشوفنا فد نماذج عنها لا هو مبين هسه مثلا عندك هذا فخار زين من الصغير للكبير للوسط هذا اللي اعمارهم صغيره اي بس هو مو يعني حتى لو يدقون بيخلونه مرات جماليه بالصينيه كلش تمام وذنيك الطاسات شنو فكرتين الطاسه قلت لك يخلون بها بياضات يا اما فخار يا اما ياخذون هذا الزجاجي زين شنو هي البياضات اللي اختاروها بياضات مثلا يخلون شكر زين هيك شيء ان شاء الله البركه تعم علينا وعليكم على كل العراق قلب ان شاء الله شكرا جزيلا عمره اهلا وسهلا الله يخليك يا حبيبي مثل ما تشوفون احبتي المشاهدين تفاصيل جدا جميله السلام عليكم السلام تبيع تشتري انا ابو المال ان شاء الله الله يرزقك ان شاء الله شلون هالحركه شلون الناس دي تحيي ايام زكريا مثل قبل لا اكيد هسه الحركه مو يعني مو بالمستوى المطلوب نعم يعني بحكم ان الوقت صار طويل يعني وصادفنا مناسبات شابكت مع بعضها صراحه نعم وهي صادف بشعبان يعني فالعالم تبدي هسه تسوق تهيئ يعني كتهيئ والاسعار شويه غاليه صراحه لان الحاجه كل اليوم مستورده انتوا هالله هالله بالعالم والله احنا نمون على نفسنا لان احنا هسه تعرف يعني اذا اريد مثلا قبل 4 5 6 اشهر من اشترينا كان عندنا تسديد على 165 نعم دولار نعم اليوم الدولار اقل اذا تعرف هاي كلها ياذينا بالعمله بالهذا بالسعر فعلا فهي يدوب الحاجه نحملها ربع 500 دينار يعني هاي شيء زين الله يرزقكم ان شاء الله الحمد لله حياك الله اهلا وسهلا شرفت شكرا جزيلا احبتي اذا احبتي المشاهدين مثل ما تشوفون اجواء جدا جميله السوق مليان بتجهيزات الاحتفال بعيد زكريا عليه السلام فهذا كل اللي يسعنا اليوم انه نغطي لكم اياه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا اليوم بجولتنا من داخل منطقه الشورجه وعرفتوا تفاصيل كامله عن زكريا وعن هاي القصه الجميله اللي ترجعنا سنين لورا واللي هي لمه العائله العراقيه مع الاسره والاقارب في ختام جولتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات كادرنا الجميل والى لقاء اخر في امان الله